وزاره الكهرباء تعلن اعاده الانتاج تدريجيا وتشغيل الوحدات التوليديه وربط خطوط نقل الطاقه التي انفصلت اثر حوادث فنيه طارئه الوزاره اكدت تحسن ساعات التجهيز للمواطنين في اغلب مناطق ومدن البلاد استهداف بالعبوات الناسفه لأبراج وخطوط نقل الطاقه بمحافظه صلاح الدين بالتحديد بمنطقه القناطر تسببت بانفصال الخطوط الناقله وارتباطات المنطقه الجنوبيه بالمنطقه الوسطى، الاهم من ذلك تم معاوده الخطوط والوحدات التوليديه رابطها بالمنظومه وجرى معاوده التيار الكهربائي للمحافظات والمناطق، روعيت اولويه مشاريع المياه، المستشفيات، محطات تصريف المياه الثقيله ملاكات وزاره الكهرباء وعلى مدار اكثر من 20 ساعه متواصله تمكنت من اعاده للخطوط الناقله والتي تعرضت الى حوادث فنيه وتخريبيه مما اسهم في استقرار منظومه توزيع الكهرباء وضمن ساعات البرمجه الطبيعيه تدريجيا سوف يشهد تحسن الساعات القادمه اكثر واكثر. أه تم اعاده المحطات المهمه للمياه والمجاري والمستشفيات والخطوط اللي لها اهميه خاصه واستثنائيه واللي لها الاولويه ضمن برامجنا. أه الان الوضع مسيطر عليه تماما من قبل كوادر الوزاره. تدريجيا ساعه وراء ساعه راح يبين فرق، جميع المناطق راح يتم اعادتها. وكانت الخطوط الناقله قد تعرضت الى اعمال تخريبيه من بينها خط صلاح الدين حديثا. وكذلك اندلاع حريق بمحطه البكر التحويليه في البصره مما تسبب بانفصال ارتباطات خطوط المنطقه الجنوبيه وتعرض المنظومه للانطفاء التام من بغداد حسام التميمي العراقيه الاخباريه